حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، متواصلين وياكم. وصلنا للفقرة القانونية واللي طبعا تحت مظلتها يتفيأ كل منا بربوع الأمن والاستقرار. القانون وجد لحمايتنا من كل حالات الظلم والاحتيال طالما احترمت قواعده، وإلا فسقف حمايته لن يتسع للمتهاونين طبقا لقاعدة لا عذر لمن يجهل بالقانون. نتعرف أكثر مشاهدينا حول حدود الحماية القانونية، ويضيفنا بالاستوديو الأستاذ عامر سيد المرزوقي، عضو في جمعية الإمارات للمحامين. حياك الله. الله يخليك. يا أهلا وسهلا. بداية أستاذ، نحن نتحدث عن اللي نقول مثلا المغفل أو الجاهل بالقانون. كلمنا عن اللي يجهل القانون اليوم وكيف ممكن أنه يتصرف في مثل هذه الحالات. طبعا هو في قاعدة أصيلة في جميع قوانين العالم، وهي من القواعد الأصيلة التي تتناقلها جميع الأنظمة القانونية. نعم. ألا وهو أن الجهل بالأحكام القانونية. نعم. لا يعد عذرا. بمعنى أن الإنسان إذا أبرم أي تصرف أو قام بأي عمل نتج عنه آثار قانونية، لا يمكن أن يتذرع أمام منصة القضاء من أنه لم يكن على علم بهذه القواعد القانونية. إذن القانون، أساس القانون هي أعراف البشرية. صحيح. وما تعرف عليه البشرية والمنطق الإنساني السليم. فبالتالي هناك قواعد تدار بالقواعد الأساسية. القواعد الأساسية هذه قواعد تعرف عليها البشرية. مثل السرقة تعتبر مجرمة في جميع الأديان وجميع الأعراف. وبالتالي فلا يمكن لشخص أن يتذرع بجهله بهذه القواعد الأساسية، سواء كان مقيم في بلد أو كان يزور بلد آخر أو شيء من هذا القبيل. جميل. إحنا بنتكلم عن مسألة الاطلاع وكيف ممكن الواحد يعرف قانون بلده بشكل كبير حتى البلد اللي يزوره، ولكن في القانون كيف ممكن تميزون بين الغافل والمغفل؟ طبعا هناك في فرق الغافل بالقانون والمغفل. المغفل نحن نسميه حتى في قانون دولة الإمارات يسمى ذو الغفلة، وهي حالة مرضية تصنف تحت حالات المرض. الشخص ذو الغفلة هو شخص يعني غير قادر ومدرك، لأن مناط المسؤولية هو إدراك الإنسان لتصرفاته. فالمجنون وذو الغفلة تصرفاتهم لا تكون منتجة لآثارها القانونية، ويكون لهم عذر نظرا لما هم يعانونه من مرض. طبعا تحديد هذا المرض هي مسألة تعود للأطباء وجهات الاختصاص. مثلا لو قام شخص مجنون أو ذو غفلة بإبرام عقد بيع مثلا أو باع شيء من هذا القبيل، من الإمكان إلغاء هذا العقد. حلو. في حين أن ذلك يختلف تماما مع الإنسان السوي. العقد يكون شريعة المتعاقدين وملزم له يعني في نهاية الأمر، ولا يمكن هو التراجع عن هذا التصرف. أما الغافل في القانون فهذا مصطلح يعني نقدر نقول دارج بين الناس، انه يقول لك والله انا ما كنت اعرف، انا لم اكن اعلم، انا كنت غافل. لكن هذا لا يعد عذرا في النهايه، لان الجهل بالاحكام القانون لا يعد عذرا يعفي صاحبه من المسؤوليه. نعم. جميل. طيب اليوم هذا الشخص الغافل ممكن فعلا انه يكون ما يدري بالقانون، او في امور معينه في هذا القانون يجهلها، فممكن انه هو يتعرض مثلا للاحتيال او غيره، يعني هو يظلم مثلا. هل اليوم في هذه الحاله ما يكون تحت سقف القانون او ما يحمي القانون؟ لا طبعا، هو اذا تعرض لعمليه احتيال او غش او تدليس او شيء من هذا القبيل، طبعا هو دائما القانون يفرض حمايته على الشخص. نعم. وبامكانه ان يلغي التصرف، بامكانه ان يلجا لفتح دعوه جزائيه او مباشره دعوه مدنيه لغرض ازاله الظلم والضيم الذي وقع عليه من جراء الفعل الغير مشروع. نحن لما نقول الغافل بالقانون يعني الشخص الذي لم يكن يعلم بعض القواعد التي هي القواعد الاساسيه للقانون. وعاده هذه القاعده تسري في النصوص المدنيه، اما النصوص الجنائيه فطبعا هي معلومه للجميع ومحميه يعني. طيب. في النهايه هو يظل محمي يعني. طيب خلينا نكون واقعيين شوي اكثر استاذي. كنا لا نعلم القانون بشكل مفصل. صحيح. يعني صحيح. وهذه امور متفاوته بين كل شخص، المثقف، القارئ، غير القارئ، المطلع، حتى اللي يتتبع مثل هذه الامور. ولكن في بعض الاحيان انت مضطر انك تعرف هذا القانون اذا طحت في المشكله او اذا صار لك موقف معين. كيف ممكن هذه الثقافه تنتشر في المجتمع؟ كيف ممكن يكون حتى على سبيل المثال أقلها أن كل مواطن عارف قانون بلده؟ كيف ممكن يصل إلى هذه الدرجة؟ طبعا هو القوانين لما تصدر، لماذا تأتي قاعدة العلم بالقانون أو وجوب العلم بالقانون؟ لأن المشرع لما يصدر القوانين يفترض علم المجتمع به. فالقانون فورا ما يصدر ينشر في جريدة رسمية. صحيح. ومجرد ما تنشر الجريدة الرسمية فلا بد، يعني هي مسألة نحن نسميها ثبات واستقرار الوضع في المجتمع. نحن لا نقدر يعني نلزم الناس جميعا بالاطلاع على جميع القوانين أو غيره،
ولكن علم افتراضي، هو علم افتراضي في النهاية، يفترض أن المجتمع علم بهذا القانون وهذا قانون صدر ونشر في الجريدة الرسمية. لكن اليوم الحمد لله والفضل يعني لجهات المختصة في المجال القانوني مثل المحاكم ووزارة العدل بدأت تنشر في كثير من الكتيبات، حتى مثلا نلاقي مثلا في معرض الكتاب مثلا نأخذ في الشارقة نجد أن الدور النشر، وأيضا الجهات الاختصاص مثل النيابات والمحاكم تنشر، وأيضا المواقع الرسمية لوزارة العدل، عندك المواقع الرسمية للمجالس التنفيذية، المجالس البلدية، باعتبار أن هذه الجهات أيضا هي جهات مشرعة تصدر بعض اللوائح والأنظمة القانونية. بإمكان الإنسان أن يلجأ، وأيضا الطريق التقليدي يعني دائما الحاجة هي أم الاختراع. فمهنة المحاماة وجدت أساسا لحاجة المجتمع لأشخاص داخل المجتمع بإمكانهم تقديم الدعم والمعونة والمشورة القانونية. فبالتالي اللجوء إلى المحامي أو الاستشارة وتثقيف يعني الإنسان نفسه. صحيح. في بعض الأشياء يعني بعض المجالات لا يفترض في الإنسان أن يكون عالم بجميع المجالات. اليوم أستاذ محمد أنت إعلامي، يفترض في الإعلامي أن يطلع على قانون الصحافة، قانون النشر، موظف يطلع على قانون العمل. يعني نحن لا نفترض في شخص أنه يطلع على جميع أصول القوانين وكذا، لأن مجال القانون بحث كبير. أكيد. خلينا نحمسهم أكثر. نعم. أهمية فهم القانون. طبعا أهمية فهم القانون يحمي الإنسان حقوقه، يدرك الإنسان أن بعض الأحيان يكون له حقوق وواجبات يتعين أن يقوم به. في كثير من الناس يعني يتركوا حقوقهم ليس لرغبة منه، بل لأنه لا يدرك أن هذا حق. صحيح. مشروع له. صحيح. يعني يجهل هذا الشيء. يعني الإنسان إذا يتوظف يعني أول ما يبدأ يتوظف يعني يستحسن أنه يطلع على قانون السلطة الوظيفية أو قانون الموارد البشرية، يشوف كيف حقوقه، شو التزاماته. صحيح. ما تبعات الأفعال. صحيح. للأسف حتى يعني ليس في مجال القانون فقط، حتى في بعض الأمور الحياتية. نعم. الموجودة حتى تطبيقات الهاتف اليوم يوم يجيك مثلا الشروط والأحكام. نعم. وغيره، أنت تسوي موافق بدون حتى ما تطلع أنت على شو قاعد توافق. طيب اليوم يعني يمكن في معظم دول العالم القانون تقريبا متشابه، متشابه لكن تفاصيله ربما تختلف، عقوباته وغيره. شخص مثلا اليوم سافر لدولة معينة، أبسط شيء وعلى سبيل المثال نقول مثلا قانون المرور مثلا، خالف بعض يعني أو تجاوز في بعض في القانون، لكنه ما يدرك هذا الشيء ربما لأنه في بلدي أنا هذا الشيء مسموح هنا. صحيح. ممنوع. صحيح. هل يعاقب كذلك؟ هو طبعا جهل بأحكام القواعد القانونية على أساس أنه لا يعتبر عذر معفي للعقاب، ولكن بعض الأحيان يعتبر عذر مخفف. نحن في القانون عندنا الأعذار المخففة للعقاب، الأعذار المخففة للعقاب، عدم نحن نقول ارتكاب الشخص لجنحة أو مخالفة بحسن نية، هو شخص يعني جاي من بلد وبيئة مختلفة. هي. فيعتبر هذا نوع من أنواع الأعذار المخففة للعقاب واللي تطبق يعني في المحاكم وينظر لها القاضي أو الجهة المحكمة في المسألة. هي. ينظرون لها ويعتبرونها عذر مخفف للعقاب. جميل. نعم. طبعا هي تسريب. تشرب شاي؟ شكرا. شاي؟ أنا طلب من المخرج شاي؟ زين؟ ماي نشرب. طيب ماي عيل رائد هات لنا الماي الله يخليك. طيب سادي خلينا اسالك سؤال وانا اصب لك الشاي وبيبون الشباب الماي. طيب لا نشرب الشاي. سؤالي ما تشربه؟ نشرب. طيب زين زين سادي الان اغلب المشاكل القانونيه ممكن اللي تواجه اي فرد في المجتمع الاحتيال والنصب. نعم. سواء عن طريق الانترنت او عن طريق الاتصال المباشر. نعم. اللي نشوفه. كيف مساله التثقيف تكون في هذا المجال خصوصا ان شخص بيدخل تجاره من شخص قريب ممكن ينصب عليه ويدخله في مأزق، كيف ممكن يحمي نفسه قانونيا؟ طبعا ممارسه اي عمل او اي نشاط تجاري تفترض في الانسان ان يكون مطلع، ودائما يسعى الانسان الى ان يكون علاقته مع الطرف الاخر منظمه بموجب عقد. نعم. احنا نقول دليل الكتابي، يعني دائما لازم تكون المسائل منظمه. طبعا الاحتيال او اذا تعرض للغش يختلف الحال من هذا، لكن يعني المساله هي ان الانسان يثقف نفسه. صحيح. يستشير. يعني انا شفت بعض الامور يعني طبعا. شكرا جزيلا. شكرا. يعني انا اذكر مع شكرا مع بداية الأزمة العقارية أو نقول بداية سنة 2009-2010 كان في نوع من الأزمة العقارية يعني عانت منها العالم، دول العالم كلها. صحيح. كثير من الناس كانوا يستشيروننا في ذاك الأيام ويجونا إلى مكاتب المحاماة ويجيب عقدة معه ويقول لك والله أستاذ أنا اشتريت عقار واشتريت كذا، وهو ليس مدرك لهذا العقد. يعني هو لما راح يشتري أو راح يتملك عقار
يعني مبالغ طائلة يعني. هو كان يسأل عن الموقع ويسأل عن السعر ويسأل عن كذا، لكن نعم. العقد أنت قرأت العقد؟ نعم. لا لم يقرأ. لا خذ المواصفات الخارجية بس هذا. فدائما يعني العقود نحن نسميها شريعة المتعاقدين. صحيح. التزام لابد للإنسان أن يطلع عليه، لابد للإنسان أن يقرأ، لابد للإنسان أن يدرك. يعني شخص يحصل على تسهيلات بنكية، طيب اقرأ العقد، شوف. صح. اسأل، استشير، يعني في النهاية أنت يعني بعدين مع الوقت ممكن يتفاجأ بأمور تفاجأ. نعم. ما يكون متوقعها، متوقعها. لكن في النهاية يقولوا له أنت مثلا أعطيناك هذا الشيء. طيب أستاذ، اليوم يعني حجة أن عدم دراية الشخص بالقانون أو جهله بتفاصيل هذا القانون، لوين ممكن توصله من العقوبة؟ يعني شو أقصى عقوبة ممكن يأخذها الشخص من جهله بالقانون؟ تمام. في القضايا المختلفة يعني. في بعض الأحيان الشخص يفقد مبالغ طائلة. صحيح. الشخص يتحمل عقوبات طائلة. ما هي هذه العقوبات تقريبا؟ يعني مثلا إبرام عقود. بعض الأحيان يتم إبرام عقود. العقود هذه تتضمن شرط جزائي. الشروط الجزائية بعض الأحيان تكون فيها نوع من التعسف. طبعا نعم. يتم إنقاص هذه العقود، ولكن يعني في النهاية لازم ندرك أمر معين، أن الإنسان لابد أن يستشير ولابد أن يسأل ولابد أن يعني. صحيح الدولة مشكورة تحاول حماية أبناء المجتمع. القانون وجد لحمايتنا، ولكن أيضا نحن لازم نحمي أنفسنا، فهو سلاح ذو حدين. نحن صحيح. لازم نحمي أنفسنا، ما نقدر نقول أنا وقعت والتزمت وتعهدت وثم لا أستطيع ولم أكن أعلم. لابد من الاستشارة، لابد من السؤال، لابد من البحث. تهني في هذه المسألة. طيب. إذا طلعنا خارج الدولة، اليوم في بعض العقود وفي بعض الأمور تحدث خارج الدولة، لكن قد يكون فيها نفس ما تكلمنا عن أمور الاحتيال. نعم. سواء كانت عن طريق الإنترنت أو عن طريق السفر من خلال التوقيع وما إلى ذلك. هذا القانون قد يكون هو عالم بقانون بلده ولكن يغفل قانون البلد الآخر. كيف ممكن تحل هذه المسائل؟ طبعاً الإنسان لما يسافر ويغادر، أنا قلت لك القواعد الأساسية هي قواعد مشتركة. جميل. يعني لا تختلف من أي بلد إلى آخر. يعني في النهاية هي قواعد استمدت من أعراف الإنسانية. لكن تفاصيل هذه المسائل مثل ما قلت لك لازم الإنسان يستشير، يبحث عن، يعني هي ثقافة، ثقافة أن أنا أسأل ذو أهل الخبرة في هذه المسألة. ويتقاس تطور أو حضارة الأمم ايضا بوحدة من مقاييسها مدى معرفة المجتمع بهذا الامر. صحيح. اليوم والتزامه بهذا القانون. اليوم المعلومات موجودة. المعلومات موجودة من خلال شبكة الانترنت موجودة. صحيح. لكن من خلال المصادر الصحيحة مثلا موثوقة. اليوم يقدر يستشير محامين من على الانترنت، ومكاتب محاماة عالمية موجودة، استشارات قانونية موجودة من بعض الجهات موثوقة. طبعا في بعض الأحيان نحن لاحظنا أيضا هذا الأمر أيضا له سلبيات، أن وسائل التواصل الاجتماعي يتواصل مع شخص على تويتر أو يتواصل مع شخص على كذا، هو لا يدرك هذا الشخص من هو. صحيح. مهم جدا أنك أنت تعرف الشخص اللي تستشيره، هذا الشخص هل هو مؤهل لتقديم مثل هذه الخدمة، من المصدر يكون. نعم. صحيح. أو السؤال. وأيضا نحن يعني نقول دائما التواصل مع السفارات خصوصا أبناء الوطن، يعني إذا يكونوا خارج الدولة، تواصل مع السفارات والتواصل مع القنصليات، وأغلب أعضاء الهيئات القنصلية هم رجال قانون ويحملون يعني علم ومعرفة في هذا المجال. ودائما السفارة والقنصلية في أي دولة، يعني مثلا اليوم نحن نتحدث عن سفارتنا في الولايات المتحدة الأمريكية، السفارة في الولايات المتحدة الأمريكية تتعامل أيضا مع مكاتب محاماة. صحيح. ومكاتب استشارات قانونية يقدمون لها خدمات. فطبعا نحن إذا توجهنا إلى السفارة وتوجهنا إلى القنصلية، طبعا هم ممكن يوجهونا مرة أخرى إلى المكتب المحاماة أو المكتب الاستشارة القانونية اللي هم. نعم. يعني في تواصل معه بحيث هدف. نعم. حمايتنا. جميل. طيب أستاذ سريعا، ماذا لو يعني الشخص نفسه ادعى عدم درايته بالقانون؟ لا يعد عذر. لا يعد عذرا بذلك. يطبق عليه القانون. لا يعد. نعم. يسري. جميل. طيب خلينا نختم هذه الفقرة بنصيحة نوجهها للمشاهد اليوم، بحيث أنه كيف ممكن يحرك عجلة التثقيف سواء كان موظف، متخصص، أو حتى بشكل عام. طبعا الاطلاع على هذه المسائل، احنا طبعا نقول لا نفترض في الناس انهم يطلعوا على تفاصيل ودقيقيات القانون ونظريات القانون، لكن يعني كل واحد يحاول او يبحث. وثانيا لما الانسان يبرم تصرفات أو معاملة تجارية، فيعني يلجأ لأهل الخبرة ويستشيرهم.
لا يوقع عقد من دون ما يستشير محامي، لا يوقع ورقة من دون ما يدرك ما مضمون هذه الورقة. وأني أنا أحب أقول يعني نقطة أخيرة، أن بعض الأحيان أنت لازم تدرك أن العقود لما تروح تبرم عقود مع بنوك مؤسسات خصوصا أشخاص الاعتبارية الشركات والمؤسسات، تأكد أن هذا العقد وضع من قبل ذو خبرة، هم ما حطوه من فراغ، هم لما يحطوا العقد أمامك ويكون مدروس من قبل شخص، فبالتالي لابد أنك أنت تعادل كفة الميزان. صحيح. هو قانون ميزان. صحيح. في نقطة دائما ممكن يوضع فيها اللي وقع العقد يحرج، يقول لك لا بسرعه بوقع بخلص. هذه مشكله طبعا. هذه تدخل ايضا في نقطه، بس انا احب اوضحها، ان بعض العقود نحن نسميها بالقانون عقود اذعان تفرض على الانسان، لا يمكن للانسان ان يناقشها. بيقول لك شخص يقول لك يا اخي ما يناقشون العقد. هذه العقود عقود الاذعان، مثل عقود الماء والكهرباء، ولا عقود يعني لخدمات معينه لجهه معينه، يعني يمتلك صلاحية معينة أنه يفرض هذا العقد عليك. طبعا هذه العقود تخضع بعد ذلك للجرح والتعديل والإسقاط من قبل المحاكم، لكن أنا أتحدث عن العقود الرضائية، العقود اللي يعني أنت اليوم إذا شخص يقدم لك خدمة وآخرون يقدمون رفض أن يتفاوض معك في العقد، فأنت تقدر ترجع لشخص آخر تحصل على الخدمة هذه. صحيح صحيح. عموما يعني نتمنى من الجميع فعلا الالتزام بهذه النصائح والمعرفة كذلك بالقانون وتفاصيله من المصادر الصحيحة. كل الشكر لك على وجودك ويانا بالاستوديو الأستاذ عامر سيد المرزوقي، عضو في جمعية الإمارات للمحامين. شكرا جزيلا.